بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أعزائي الكرام حلقة جديدة من برنامج ناشط معماري اسمحوا لي أكون معاكم أنا مهندس معماري أحمد مسعد النجار في حلقة جديدة من برنامج ناشط معماري حلقة النهاردة هنتكلم عن المطاعم حضرتك بتفكر تعمل مطعم حضرتك بتفكر تجدد المطعم بتاعك حضرتك بتفكر تعمل براند للمطعم بتاعك اسمع الحلقة دي هتستفيد إن شاء الله اكبر استفاده الناس بقى اللي بتعمل المطاعم لما بتجيلي علشان خاطر احنا في اختيار عندنا سابقه اعمال كويسه جدا في مجال المطاعم انا يمكن لما كنت شغالة قبل كده في شركات عملت مطاعم نصيبي ان انا اشتغلت في شركات من اللي بتعمل مطاعم كبيره ومطاعم عالميه فاكتسبت فيها خبرات كبيره جدا لما اشتغلت لحسابي بعد كده عملت شركه ربنا اكرمنا برضو وعملنا مجموعه كبيره جدا من المطاعم فالحمد لله في سابقه اعمال نتكلم في كتير جدا من المطاعم فوق ال مطعم او حاجة. طيب أنا بقى لما بيجي لي عميل سواء العميل ده عنده مطعم أو العميل ده عاوز يعمل مطعم لأول مرة أو 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 بيقول لي أول حاجة بيقولها لي بيقول لي أنا عايز أكبر عدد من الكفرات الكفر ده اللي هي الورقة اللي بتنزل قدام حضرتك وأنت بتاكل فبيبقى عايز بالمفهوم كده البسيط أكبر عدد من الإيه من الترابيزات لكن إحنا نعرف نعمل ده أه بس لكن بين كبار كده أهم حاجة هو سيت أب المطبخ اللي بيحدد المطعم هو الكونسبت اللي انت بتقدمه، انت هتقدم اكل عباره عن ايه؟ هتقدم اكل مصري ولا هتقدم اكل لبناني ولا هتقدم اكل المطبخ. هو ده. هو ده اهم حاجه والسيت اب بتاعه يمكن احنا جايبين صوره عامه وجنرال هنتكلم عليها براحتنا خالص عن المطابخ بتاعه المطاعم. اول حاجه انت هتقدم اكل ايه؟ زي ما قلنا لبناني فبالتبعية الأكل اللبناني مثلا على سبيل المثال بيحتاج منطقة تجهيز كبيرة ليه؟ لأن الأكل اللبناني كله مقبلات وكله سلطات فبيحتاج منطقة تجهيز كبيرة الأكل الإيطالي بيعتمد على المكرونات وبيعتمد على البيتزا فده معناه أن أنت هتعمل مكان لفرن طيب لو أنت هتقدم مصري هتقدم مصري في أي ناحية؟ في ناحية المشويات ولا في ناحية الأكل البيتي؟ وهكذا بقى خد كل المطاعم أو الكاتيجوري تاني من المطاعم خالص اللي هي مطاعم اواي انت هتقدم نوع ايه من الاكل برجر ولا هتقدم سندوتشات ولا هتقدم فول وطعميه هتقدم ايه ولا هتقدم ميكس بين كل ده ولا هتعمل كشري ولا هتعمل سمك لازم تبقى عارف انت هتقدم ايه الكونسبت اللي انت هتقدمه كل كونسبت من دول له طريقه المرحله الثانيه هي الاوبريشن انت دلوقتي لما هتعمل المطعم بتاعك ده هتديره ازاي؟ ايه الفكره اللي قايمه عليها مطعمك؟ هل انت مثلا لما هتعمل مطعم تيك اواي هبقى انا كعميل جاي اقول سلام عليكم يا جماعه انا عايز سندوتش كذا وسندوتش كذا من المنيو اللي وراك وشايف المطبخ زي ما في ناس كتير بتفكر دلوقتي تعمل ده ولا لا هتعمل لي المطبخ مقفول ومجرد فيه شباك مناوله بيتحط في السندوتشات بعد ما تخلص انت هتعمل ايه؟ فكرك في الموضوع ده ايه؟ تمام؟ بتيجي بعد كده مرحلة إن إحنا نعمل ديزاين المكان. كل مطعم في الدنيا له ديزاين. ده مثلا يعني الصورة بتاعت دي ده صور لشغلنا ده مطعم لكفتة مثلا، ده مطعم بيقدم آه كفتة، كان بيقدم كفتة وجريل ومشويات وحاجات زي كده. هنتكلم برضو عليها بس خلوني أقول لكم حاجة تانية. أنت بقى ال, 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 ال عفوا الاوبريشن بتاعك ده بتاع, الحي بتاع, بتاع 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 المكان ده انت اللي هتديره الفكر بتاعك هنا كشير او مثلا اللي هيطلب هيطلب عندك تكاوي ولا ما عندكش نسبة مبيعات تكاوي بتاعتك بالنسبة لمبيعات الصالة بالنسبة للدليفري ايه لازم تحط الموضوع ده لان في ممكن ناس تعتمد على الدليفري تخسر وفي ناس لو ما عملتش دليفري تخسر وفي ناس لو ما عملتش مكان للقعاد تخسر يعني لو عملت مطعم سمك لا يمكن ما اعملش مكان للوعات الا لو هعمل سندوتشات سمك بس زي جمبري وفيليه وصوبيت والحاجات اللي زي كده دي ساعتها بقى يبقى الموضوع ده كاتيجوري تاني يبقى احنا بقينا لازم دلوقتي نبقى عارفين حاجه مهمه جدا ان انا عندي المطبخ الاوبريشن الديزاين بقى بتاع صاله الطعام الديزاين بتاع صاله الطعام ده مهم جدا 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 لان كل نوع من المطاعم اكيد يتناسب مع نوع من الديكور انا مثلا ما اشوفش صور تعجبني لمطعم روستيك وبيقدم مثلا اكل فرنسي وبيقدم حاجات عامله ازاي وراح عامله في مطعم شاورما ما ينفعش كل حاجه ولها حاجه مناسبه ليها كل فكره ولها فكره مناسبه ليها فكره ان انا ادخل مطعم السمك مثلا الاقي البلتات بتاعة السمك موجوده وبيعرضوا السمك عليها دي فكره خلاص بقت موجوده ومهروسه يعني في اكتر من فيلم قبل كده وده حاجة أنا مش عارف كل المطاعم ليه بتعمل نفس الفكرة يعني مفيش جديد في مطعم جديد بتاع سمك أنا أنا شفته مطعم جميل جدا عامل أحواض سمك وعامل جو جميل جدا ماشي دي فكرة جديدة بس برضه ستيل عنده نفس الباليتة ونفس الحكاية دي أنا بوجهة نظري إنها لازم نبتدي نفكر شوية برا الصندوق يعني مثلا في اسم كبير في مجال السمك عمل الفكرة دي كويس نجح بيها وغيره قلده نطلع بقى برا الفكرة دي ونطلع بره الموضوع ده من وجهه نظر انا يعني لان انا الحاجات دي مش موجوده بره يعني الحاجات دي بشكل عام مش موجوده بره موجوده عندنا احنا بس ومنتشره عندنا احنا بس في مصر طيب نتكلم بقى واحده واحده كده عن كل نقطه من النقط اللي انا بدات فيها المطبخ اه المطبخ هو اللي بيحدد معايا انا هعمل ايه الكونسبت اللي انا هقدمه ايه فعلى سبيل المثال طبعا احنا عارضين مجموعه من الصور لشغلنا احنا ده برضو لسه مطعم لكفته وده شغل اكسبوزد اكسبوزد ده يعني انا استخدم حاجات استخدمت قبل كده زي ان انا عاملين خرسانه طبعا الخرسانه ديت حاجه اندستريال وعاملين في السقف في خشب كان مستخدم قبل كده لطزانه مستخدمه قبل كده فعلا في صب حاجات هي فكره المطعم قايمه على كده على هو يعمل حاجات يعني ايه قديمه وبرضه ان هو ان احنا نعلق بقى حاجات الشوي على على الحيطان وكده ده برده كان بيدي عنصر جاذب للناس. طيب نتكلم بقى عن ايه المطبخ لازم اللي يعمل تصميم ده بوش نوش اللي هو دلوقتي بقى بوتري وده برضو ده مطعم برضو بي كان بيقدم سوشي بيقدم حاجات انت اه انترناشونال لكن هو دلوقتي بيقدم بوتري اللي هو بوتري السلسلة المعروفة يعني طيب مهم جدا انا كنت عايش في دور محي اسماعيل على فكرة الفنان الكبير وعامل بحبه والله كلنا بنحبه تحية كبيرة لونه هو ترند دلوقتي كل ما اقلب اي حاجة على الألقى طيب. الألقى الفيديوهات بتاعته هو فنان عظيم طبعا طيب المطبخ اللي بيصمم ده لازم يبقى عارف ان المطبخ ده عبارة عن معدات ومسار حركة للشيف وتجهيزات للمعدات من صرف وتغذية كهرباء فعلى سبيل المثال لو انا هعمل مطعم ايطالي اي مطاعم في الدنيا بتقسم الى جزء السخن اللي بيبقى ممكن يبقى فيه الفراير وفيه الفرن وفيه البوتاجاز في اي حاجه بتطلع درجه حراره وجزء البارد اللي هو فيه التلاجات والفريزرات ووحدات التخزين البارده وجزء الدراي اللي هو مخزن الدراي اللي فيه الحاجات الدراي اللي ممكن يبقى دقيق مكرونه رز سكر الحاجات الدراي وجزء بريبيرنج اللي هو التجهيز ان لازم يبقى عندي جزء واقف بجهز فيه بعمل سلطات بعمل 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 قد يرتبط بجزء السلطات وجزء الديسباتشنج اللي هو انا هبتدي الف الاكل اللي باقي لو انا بعمل سندوتشات لو انا بعمل لو انا بعمل وحاجات زي كده وجزء الويت اللي هو ايه بنسميه الدبرساج اللي هو انا داخل من بره معايا الصينيه عليها الاكل ببتدي ارمي في الحوض المواعين اللي معايا وفي ناس بقى يبقى في بواقي اكل فلازم ينظف الاول فلازم يبقى في فاللي بيصمم لازم يعرف ده ايه اللي بيحصل في المطعم واحد داخل بالصنية بيفتح الباب بيروح داخل بيحط هو محتاج مكان يحط عليه ومحتاج مكان يفضي في زباله علشان الاكل الزياده وبعد كده يبتدي ياخد يحط الاطباق ديت تتنقع دي كده مسار حركه لازم يبقى عارفه ولو هو هيعمله ديش وشر او لاين ديش وشر اللي هو ديش بوشر اللي بيغسل ده برضه لها طريقه تانية طيب الحوض ده كان بيبقى كام عين او المطبخ بيبقى بشكل عام فيه كام وحده سنك او كام وحده حوض في وحده للشيف اللي بيغسل فيها هو داخل يبقى اول الشيف ما بيدخل في وحده حوض يغسل فيها ايديه وغالبا بتبقى بتضرب بالركبه يعني بعمل بركبتي كده بشغل الحوض وابتدي اغسل ايديا وعقمها بالمعقم وابتدي الشيف يدخل يشتغل وهكذا وعندي الاحواض بتاعه غسيل الدبرساج او غسيل المواعين وعندي غسيل الخضار غسيل اللحمه غسيل للسمك اللحمه والفراخ ممكن يتغسلوا مع بعض وممكن فصلهم الافضل فصلهم لكن ممكن يتغسلوا مع بعض والسمك بتغسل لوحده وابتدى ادخل بعد كده على خط السخن بقى الخط اللي فيه البوتاجاز انا هقدم ايه انا البوتاجاز حجمه ايه اربع عين ولا ستة عين ولا ولا متجازي بناء على انا هقدم ايه يعني مثلا في الاكل الايطالي المتجاز اهميته ايه ان هو بيسخن بس الصلصه والحاجات اللي اتحط على وش الـ وش الـ وش البيتزا والصلصه بتاعه المكرونه والوايت صوص والحاجات اللي زي كده طبعا انا بقول كلام يفتح النفس جدا وشايف الناس قدامي <applause> جاعت بس لا ما هناك هناكل بعد الحلقه ما تخافوش طيب فده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان ده هو مسار الحركه طيب المتجاز ده بيحتاج ايه البوتاجاز وخط السخن كله بيحتاج فوق منه حاجه اسمها هود الهود ده دوره انه يسحب الهواء السخن اللي فوق البوتاجاز وساعات يسحب كمان معاه في مطاعم البرجر يروح ساحب الدهون اللي بتطلع من البرجر وهو بيتعمل مثلا لو انا بعمل برجر في المطاعم بتاعه البرجر الشهيره بيبقى خط الهود ده دوره انه يسحب الايه الهواء اللي فوق البوتاجاز طيب لو هو هيعمل الحكايه دي ويسحب الهواء لفوق البوتاجاز ففي نصيحه احنا بنقولها مهمه جدا ان لو انت عندك مطعم برجر مثلا والدخان اللي طالع ده مشبع بالدهون بعد ما تخلص المطعم بتاعك ما تقفلش الهود على طول ليه؟ لان الهواء وهو طالع من الهود الهود ده عباره عن مطور بيسحب هواء بقوه معينه هقول لكم برضو في في بعض الحاجات المطور ده هو بيسحب بيسحب الهواء معبق بالايه؟ قلنا معبق بالزيوت والدهون اللي طالعه من البرجر والحاجات اللي زي كده فحضرتك وهو بيسحب كده في وقت على ما الحاجه دي تطلع فلو انت طفيت الهود ده وانت شغال الدهون دي تقيله تبتدي تنزل في بعض الاحيان بتحصل مصيبه كبيره ربنا سبحانه وتعالى يبعدها عنا كان في مطعم شهير كان بيولع في مدينه نصر لفترات كبيره وبالصدفه يعني هو ما كانش مطعم يعني هو كان مطعم شهير بس مش مطعم البراندات الكبيره يعني. وانا سمعت الموضوع وبعد كده ايه رحت واخد بعضي مع واحد صديق ده قلت لهم انا عايز اشوف بقى انتوا بتعملوا ايه عشان ايه انا عندي حل لمشكلتكم دي وهم كانوا بيعملوا الغلطه دي ان هو بيجي خلاص وعافل فيحصل لما يقفل ايه يحصل ان وزن الهواء المعبأ بالدهون بيبقى كبير فبيروح نازل في الخط ضاغط على الايه على الخط السخن فيبتدي الموضوع دهون فيبتدي الموضوع يحصل ايه ولعه وربنا سبحانه وتعالى طبعا ما يبتناش بالموضوع ده. الهود ده بقى لهم وصفات وانا عايز اللي هقوله دلوقتي ده عن الهود اللي هقوله عن الهود دلوقتي يتحط حلقه في ودان كل الناس. في كتير من المطاعم لما تفتح الباب بتاعها تلاقيه فتح بسرعه. في كتير من المطاعم لما يجي حد يدخل وانت قاعد جنب الازاز تحس ان الازاز ده اكنه دخل عليك او اكن الازاز ده اتحرك. صح؟ وفي كتير من المطاعم بيبقى فيها ريحه وحشه جنب الحمامات. الناس دي ما بتبقاش عارفه سبب المشكله ايه. لكن سبب المشكله دي بشكل مباشر هو الهود. ليه؟ الهود ده له حسابات، الخط السخن ده عباره عن بوتجاز 90 سم، فراير 40، فراير تاني 40، آه جريل، شارك جريل، مجموع اطوالهم 3 متر. وحجم المطبخ والارتفاع اللي الهود هيتسحب هي فيه. الهود ده له قوه سحب او عدد اقدام من الهواء بيسحبها بحاجه اسمها ستاتيك بريشر معين بمعنى ايه ببساطه يعني انا انا مثلا ممكن اسحب هوا دخله جوايا اعمل كده ان انا افتح بقي وادخل هواء لكن انا لو عايز ادخل نفس كميه الهواء دي اسرع بعمل ايه بقفل بوقي شويه واسحب اسرع هو دي نفس الفكره ببساطه شديده جدا البلور البلاور اللي بيسحب فوق الهواء بيسحب الهواء دايركت لو انا عندي قطر معين للجزء اللي مربوط بالمطور بالمطور عشان يسحب الهواء لو انا قللت شويه الكروس سكشن ده فبسحب اسرع السحبان اسرع والسحبان ابطا له حسابات وله مهندسين وله دنيا لكن كتير من مع الاسف مع الاسف انا لو ده مع الاسف كتير من الناس اللي بتبيع المواتير دي انت تروح تقول له والله انا عايز مطور يحسب 3400 سي اف ام ويكون الاستاتيك بريشر بتاعه اثنين فهو يقعد مع العميل صاحب المطعم او يروح ليه؟ ليه 3400 ده محتاج ستة، 6 6000 وليه استادك بريشر 2 ونص 1 2 نخليه 1 ونص فتحصل المشكله دي هو مع الاسف والله وانا صادق في اللي انا بقوله وليس الكل كثير ممن يقومون ببيع المعدات دي مع الاسف تروح تقول له انا هو انا احتاج 3400 3400 سي اف ام انا حاسبها واحنا في شركه اختيار المهندس محمد صلاح اللي بيعمل معانا الحسابات دي معاه دكتوراه في الفنتليشن معاه دكتوراه ده يعني ما بنهزرش مثلا في الموضوع ده لكن يقولوا لا هو انت اكبر واحسن ويعيشوا لا بتحصل بقى المشكله دي ان انت جبت حجم موتور قوي جدا على خط سخن مش كبير او كبير بس انت جبت اكبر منه فبدا يسحب الهواء اللي في المكان كله ومجرد ما بتفتح الباب بيدخل هواء علشان يعمل ريفيلنج مكان الهواء اللي اتسحب حلو فيحصل ايه يسحب من بره فيبتدي يسحب لك الازاز ويسحب لك الدنيا دي كلها وساعات لو الحمام بيبقى قريب من المطبخ بيبتدي يسحب الريحه من الخط ودي مشكله كبيره جدا بتقابل المطاعم ويمكن يمكن دي اهم مشكله من وجهه نظرنا في في وحده البلاور لانها بتسحب من التكييف بتسحب تراب بتسحب من الهواء بتضايق الناس اللي شغاله بتعمل مشاكل كبيرة جدا 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 فلازم اللي يشتغل مطاعم يبقى بتاع مطاعم مش لازم يعني أكيد أكيد لازم يبتدي يعني ممكن واحد يبتدي بأول مطعم بس لو سمحت لو هتبتدي تعمل أول مطعم أنت كمهندس أنت كراجل أنا النهاردة بعد ستة ستة وخمسين أو أو سبعة مطعم بتكلم وأنا واقف على حيلي كده وعارف أنا بقول إيه بس أول مطعم أنا عملته ما كنتش عارف لقيت اللي علمني أنا النهاردة بحاول أقول لحضرتك كعميل وبقول لك كمهندس الديزاين سهل جدا الابداع في الديزاينات والافكار سهله جدا جدا ومصر مليانه مبدعين مصر مليانه مهندسين انتيريور ومهندسين عماره ومهندسين بيعملوا ط... مصر مليانه ناس عندها افكار في الديزاين عظيمه انا اشتغلت شخصيا مع واحد من اهم ديزاينر لاندسكيب في مصر وهو دكتور في الاقتصاد والعلوم السياسيه هو صحيح سافر امريكا وعمل دراسات وعمل وعمل لكن الراجل ده بيفهم في الديزاين بيفهم في الديزاين لكن رغم ان سهل انك تعمل تصميم التنفيذ لازم تبقى فاهم الحاجه دي لما تتنفذ هتتنفذ ازاي؟ لازم يبقى عندك درايه بالمعدات يعني مثلا الفراير بتاعت, الب... بتاعت اللي احنا بنعملها بتاعت اللي بتقلي البطاطس وبتقلي الجبنه المتزرلة والحاجات اللي زي كده. الفراير, الفراير دي لها بلجه خمسة بول وبتعمل لي فيها سلك عشرة مللي. اي حد يعمل مطعم يعمل بلجتين يعمل واحده وواحدة احتياطي، مش عشان هتضرب. الباب ده انا بحبه جدا، ده باب في مطعم ارز، مطعم لبناني. وهو الفكره كلها ان انت ازاي تعمل باب مصمت عادي خالص ما فيهوش اي شكل في الخشب وتبتدي تلعب بالدبابيس. ودي طبعا افكار المهندس العبقري المهندس احمد عزت صديقي العزيز الغالي يعني. هنا برضو محمود عباس راح عامل ايه راح حاطط شويه تماثيل عامل شويه حركه في المكان ان انت تعمل روح بالايتمز بالوحدات بتاعت التصميم دي افكار عبقريه ودي افكار جميله لكن لو المطبخ اللي جوه مش متاسس صح في مشكله طيب كتير بقى من الناس لما بتيجي تعمل ارضيه المطبخ الارضيه بتاعت المطبخ بيبقوا يجيبوا سرناجه اللي هي 15 في 15 او 20 في 20 اللي هي لونها احمر السرناجه حتى لو 13 ملي السمك بتاعها 13 مللي مع الوقت مع الاسف بتتكسر فاحنا في اختيار اوجدنا بديل في انتاج من مصانع رويال المصريه بتبقى 40 في 40 في 2 سم وهي انتي اسيد يعني مضاده للحموضه الاحماض ما تاثرش فيها انا شايف ان دي افضل شيء للارضيات ممكن يتعمل في اي مطعم السرناجه المصريه جميله لكن انا شايف انها مع الوقت بتتكسر نكمل بقى سيت اب المطبخ من ضمن الحاجات اللي انت لازم تبقى فاهمها الشيف بيتحرك ازاي يعني شيف البيتزا على سبيل المثال انا مش عارف انا ممكن اتحرك ولا ايه قولوا لي كده يعني في عندي مساحه اتحرك ولا ولا افضل مكاني مكانك اوكي شكرا طيب هفضل مكاني الشيف بتاع البيتزا ده بيعمل ايه بيروح واخد اللقمه فاتح التلاجة الاندر كاونتر واخد اللقمه بتاعته اللي هي البيتزا ويبتدي يشتغل بيها فالترابيزه اللي هيشتغل عليها المفروض ان المقاس الاستاندر هو 85 سم تمام؟ تمام لكن البيتزا دي ترابيزه البيتزا دي لازم يبقى بيشتغل بعضلات اقوى فلازم تبقى اعلى شويه فعشان كده تلاقي الراجل الفطاطري وبتاع البيتزا البلدي بتاعنا الكاونتر بتاعه عالي لان هو لازم يستخدم عضلاته اكتر فلازم يفرد كده يبقى دي معلومه لازم ابقى انا عارفها بعد كده بيروح واخد اللقمه دي رايح على التلاجه اللي فيها التوبكس واخد الحاجات بتاعته الموتزاريلا واللحمه وال والحاجات اللي عايز يعملها وعايز يعملها بقى ستافت كراست او ما ايه ويبتدي بعد كده ياخدها يخش على الفرن لو السيت اب بتاع الاجهزه بتاعته في لاين واحد لما يجي عند الفرن هيضطر يعمل كده ويحط البيتزا بالجنب لا الافضل من وجهه نظري انا ان يبقى ال يبقى عندي الثلاجه الاندر كاونتر منطقه التجهيز فوقها الثلاجه الثانيه اللي انا باخد منها التوبكس وال 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 والزتون والحاجات اللي زي كده وبعد كده التليف في كل وشي وافتح الفرن يبقى قدامي وابتدي احط البيتزا fossil سابوا عليكم رجعنا لكم بعد الفاصل هو الحمد لله انا طمنتهم ان انا مش هتحرك خلاص وما بيقلقوا من المواضيع دي فانا خلاص مش هتحرك <applause> وعدتكم مش هتحرك فمش هتحرك يعني طيب نكمل بقى اللي احنا بنتكلم عنه في السيت بتاع المطبخ بتاعنا فانا لازم كراجل ديزاينر لازم ابقى عارف مسار الحركه بتاع الشيف طيب لو الراجل ده بيعمل اكل لبناني لازم ابقى عارف ان الاكل اللبناني ده بيروح جايين ناس كده بتعمل تجهيزات سلطه ناس بتعمل السجق اللي بدبس الرمان والكبده اللي معرفش ايه وال... لازم ابقى فاهم كل ده في المطعم المصري لازم ابقى عارف ان في شوايه عشان الناس هتشوي الكفته وبرضه في اللبناني في شوايه لو انا هعمل مطعم صيني لازم ابقى عارف ان في حاجه اسمها ووك رينج ده الديزاينات اللي بتنزل في المعده اللي اسمها ووك ما بيبقاش فيها حنفيه لكن احنا في مصر هنا عندنا في موضوع مهم جدا احنا بنحب النظافه دي حقيقه وهي لها بتاع كده عارفين عارفين المنشه بتاعه زمان لها حاجه زيها كده بس بتنظفها مخصصه بتيجي معاها فاحنا لازم نجهز لها ميه دلوقتي مثلا يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي مش نازله مثلا في الجهاز كل الموضوع ده انا لازم يبقى عندي بيدرايه لازم ابقى عارف انا هحط الجريلا اللي في الارض فين علشان ما يضايقش الشيف ولازم احطها فين عشان هم بينضفوا البوتاجاز ينزل بواقي النظافه دي عليها وهحطها هنا فين وهعمل حاجه اسمها جريس تراب تراب ده زي بيبه ارضيه كبيره وفيها فواصل فيها زي مش فايبر مش اللي هو شبك بيبقى بيتدرج قطره بيقل لي بيقل لي بيقل بيقل عشان يمنع الدهون انها قبل ما تروح لخط الصرف المطاعم المطاعم دنيا المطاعم دنيا كبيره انا كتير جدا 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 ببقى مستاء ان انا رحت مطعم وعامل ديكورات وصارف ومظبط الدنيا وبعدين كده مطلعين ثلاجه الكاكولا بره طب ليه ما عملش حسابها ليه مطلعين ثلاجه بره وهو لو عايز أروح يروح يروح ي... ما عملش حسابها ليه ما حسابها علشان انت مش متخصص وعشان كده احنا انا وجهه نظري في دقيقه واحده بلدنا احسن بلد في الدنيا لو رحنا للمتخصص ولو عندنا حاجه اسمها ثبات المعيار ثبات المعيار المصريين بشكل عام ما عندهمش ثبات معيار يعني النهارده بتعمل اكله في البيت بتبقى طعمها اكنها طالعه من الجنه وتاني مره بتبقى وحشه يعني ما عندناش ثبات معيار ثقافتنا كمصريين ما عندناش ثبات معيار لو ثبتنا المعيار ورحنا للمتخصص بلدنا دي هتبقى احسن بلد في الدنيا والله العظيم ثلاثه بلدنا دي هتبقى احسن بلد في الدنيا لا مش هقول بقى الكلام ده ايه رايك بقى كمال ايه رايك بقى طيب <تصفيق> <تصفيق> هقوله خلاص يا عم طيب احنا علشان مؤمنين بده فعلا دي حقيقه والله عشان احنا مؤمنين بده احنا عملنا حمله الصور لتجميل الديار حمله الصور لتجميل الديار علشان احنا عاوزين بيوتنا تبقى حلوه فلو بيوتنا حلوه وحياتنا حلوه وحياتنا جميله و... والدنيا زي الفل كده هننبسط جدا وعشان كده احنا النهارده جبنا لكم بعض الافكار لوحدات الاحواض ده مثلا حوض معمول من الخشب والنهارده في دهانات تقدر تفيدنا وتقدر ان هي تخلي الاخشاب دي تعيش انا دايما عايز اعمل لكم حاجات اوت اوف بوكس يعني مش عايز اجيب الطبيعي اللي هو الرخام ولا. واللي ولا. هات بقى يا عم كمال الصور اللي بعد كده. دي وحدة كاملة فيها الحوض وفيها دولاب اللي عايز يحط فوط اللي عايز يحط غيارات وفيها المراية بتاعتها وساعات نحط كرسي عشان اللي عايز يقعد ويغسل شعره ويوطي يغسل شعره براحته. دي من دي حاجة برضه على فكرة الكلام ده كل حاجات مش مكلفة. وخشب ويدهن. في مواد بتتباع لدهانه. أنا هنا ما عملتش وحدة عملت رفين. رف عليه الحوض ورف تحت عليه الفوط. واتعمل على اليمين ايوان فتح فتحه كده اهوت بالصاروخ بتتفتح في الحيطه اتحط فيها برضو ايه؟ اي حاجه حطوا فيها شمع ما تحطوش فيها حاجات يعني خلوا خلو حياتنا جميله. هات يا عم هات. ادي وحده كمان هي بسيطه خالص اكنك جايب كومودينو ولا حاجه زي كده وحطيت عليها الحوض بتاعك. ده يتعمل حلو قوي في حمام الضيوف على فكره الحاجات دي. ولو اتعمل بصنعه نظيفه والدهن دهانات نظيفه يعيش والله ويبقى ويستمر ويبقى زي الفل. هنا بقى في حوضين والحوضين دول لهم استخدامات عند ناس كتيره ان انا ممكن حوض ابقى انا فيه احنا في ده طبيعي ده بيوتنا يعني بحطين فيه حاجه مثلا بنغسلها والحوض التاني بنستخدمه ونتوضى فيه وبتاع وساعات انا عايز اعمل خصوصيه وساعات انا بيجي لي ضيوف كتير فراح اعمل الفكره دي وبرضه اتعملت وحده وتحتها فوطة هي و... وحاجات جميله برضه نفس الافكار وحده بشكل تاني روستيك ده الحوض الالماني الشهير المعروف بوحدته تحتها شرابات مناديل معرفش ايه خبي فيه حاجات مش عايزين حد يشوفها دي بقى فكره كويسه جدا احنا شفنا من فترات ان انا ممكن أملأ صندوق الطرد بتاع القعده من الحوض الافكار دي اعتقد ان هي معموله للحكايه ديت ادي الحوض جنب صندوق الطرد وصندوق الطرد ده دفن فممكن بعد ما تغسل ايدك بلتر ونص ميه يتكمل صندوق الطرد وبعد كده يبقى انت كده وفرت على الاقل تلت الميه اللي, اللي هي بتروح في صندوق الطرد بتاعنا. في افكار تانية دي واحد نفس الوحده برضه بس بشكل تاني عشان اقول لكم بس ان الموضوع متوارث ما فكره طاقه كده وراحت معموله. دي برضه الاحواض اللي هو الحوضين المجوز بس بعد كده ايه هو لسه ما حطش الفوض بصراحه الراجل. هيحطها يعني. والوحدات اللي كان معلش ارجع بصوره اللي فاتت ديت انا كنت عايز اقول حاجه ثانيه الوحدات ديت بتبقى أول ما تحط إنفرا، أول ما تحط إيدك تحتها تبتدي تنزل مية. وده علشان الاستهلاك العادي للمية، ما يفتحش الحنفية عمال على بطال، لأ. أجيب وحدة إنفرا أول ما أحط إيدي، أشعة يعني، أول ما أحط إيدي وأغسل إيدي تبتدي تنزل مية، أول ما أشيل إيدي تقف. ده دي, دي 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 هتوفر علينا كتير. كتير. هات اللي بعدها. هنا بقى أي عمل إيه عمل علقة للفوطة جوه 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 الحوض. وطبعا معمول الخلاط انا جايبه الخلاط انا بحبه جدا الخلاط الواقف ده أبهه كده بيعجبني بصراحه حتى لو الصغيرة صغيره بيطلع شكله حلو قوي هنا بقى عمل علاقه ما بين الغساله وما بين الحوض الغساله حطها جنب الحوض علشان في حاجه في الحمام تبقى منطقه اسمها ويت منطقه بقى منطقه مبلوله هات اللي بعده دي وحده واحنا بنقول لناس كتير يعني ايه المشكله ان الحمام يبقى دهانات يعني يعني ايه المشكلة حمام يبقى هناك؟ يعني وخصوصا النهارده في حاجات ضد الميه وحاجات زي كده. فدي دي حاجات جميلة جدا بصراحة يعني لازم نعملها. هنا بقى نفس الفكرة بس هنا رح حاطط الحوض فوق الكومبينيشن اللي هو فيه صندوق الطرد يعني. تغسل ايدك وتخلص الاستخدام تغسل ايدك يتملي هو محتاج مثلا 6 لتر انت عملت منهم لتر ونص اللي غسلت بيهم ايدك دول ولو اتوضيت كمان ولا حاجة هتعمل كمية ميه أكبر و الباقي هيتملي من 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 نفسه من الصندوق تستك استخد... عليه وفرت ميه كبيره جدا. احنا ممكن نعمل ده على فكره بسهوله، نفس الفكره بس بشكل ثاني خالص انا بوريكم ده الوايت انا عشان قلت لكم في حاجه في الديزاين كده اسمها وايت. هنا بقى فكره عبقريه جدا راح جاي قدام الحوض وراح عامل الايوان او ال... او الكوان اللي هو الداخلي ده عفوا وراح حاطط فيه الصبانات وال... عفوا معجون السنان وال... والبتاع ده الفرش والحاجات اللي زي كده. شكلها ظريف وجميل وفوقيها المرايه وابلكين حاجه الاجه الاقه الألاجة دي وحده صغيره جدا معناه ان انا ممكن اعمل وحده صغيره جدا واخلي كل الحوض يغطيها علشان خاطر لو في ناس بتخاف ان الميه تنزل هنا ومية تنزل هنا ومية تنزل ورا لا انا ممكن اجيب الحوض كبير واخلي هو اكبر من الوحده او قد الوحده وبارز كمان عن الوحده من كل ناحيه 2 سم ولا حاجه ويداري عليها هنا وحدتين منفصلتين بمرايه واحده علشان خاطر هو مثلا عايز يكبر الحمام ولا حاجه وبرده حاجه شكلها ظريف وجميل وممكن نعملها الافكار دي هتلاقوها على الصفحه بتاعتنا ما تنسوش نشاط معماري هنا برده نفس الفكره بس هو عمل دولاب يعني عمل جنب القعده دولاب بحيث ان انا بستخدم حاجات في القعده ولا بستخدم مثلا اللي هو الموظفات والحاجات دي احطها استخدمها احطها هنا بقى احنا رايحين في سكه تانية خالص كلاسيك وسيمي كلاسيك و ممكن نعمل كده يعني ممكن تبقى حتة موبيليا حلوة آخر صورة اللي جاية دي بتهيألي أو حمام ضيق جدا وصغير جدا وما فيهوش سيراميك على فكرة خالص في بس في الجزء اللي تحت ده رخام وفاصل الجزء اللي فوق وعلى فكرة إحنا بيوتنا زمان كانت كده إحنا بيوتنا زمان كانت كده كان البيت ده اللي يعمل الحيطة اللي فيها الحوض ب... كنا بنعمل متر في متر حوالين الحوض طبعا كان شكلها مش حلو وطبعا اللي بتعمل دلوقتي أحلى بس انا اقصد ان الشكل يتبع الوظيفه يعني ما نعمل حوالين الحوض فعلا بس بنعمل حوالين الشاور بس ايه لازمه ما هو الاسمنت اللي انا هحطه للسيراميك هو اللي انا همحر بيه ايه لازمه ان انا اعمل حاجات تقليديه بقى ونفضل جوه الدنيا التقليديه الموضوع يا جماعه محتاج ان احنا نخرج بره الصندوق نخرج بره فكره ان احنا ان 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 انا هعمل ديكورات ده بتاع فكره ان احنا فصل thank <music> you السلام عليكم رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا 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 ماده خام هي من وجهه نظرنا انا ماده صعبه جدا وهي الزجاج الازاز ازاي اوصف الازاز في الانتيريور او في الديكور افكار كتيره جدا جدا ممكن نقولها وافكار كتيره جدا جدا ممكن نتكلم عنها ممكن نتكلم عن الازاز المعشي ممكن نتكلم عن اشكال المرايات ممكن نتكلم على القواطيع الازاز الشوارات كل دي حاجات ممكن نستخدمها ونس... ونفيد بيها الناس وعلى شكل احنا بنجهز لكم بقى برضو برضه مجموعه من الصور وانا هعتبرها ضمنيا انها ايضا ضمن حمله الصور لتجميل الديار باب فاصل ما بين جزئين امتو وظيفيا ان انا لما بقفله هستخدم تكييف في المنطقه دي ومش هستخدم هنا انا قاعد هنا ومش قاعد هنا هو ستيل ترانسبيرت يعني ممكن يكون الاولاد هيلعبوا في حته وانا وهيعرقوا وبتاع فمش هشغلهم التكييف في ناس ثقافتها كده وانا قاعد يعني بتفرج على التلفزيون في منطقه فيها تكييف او العكس هقفل الباب وهي ستيل ترانسبيرد هذا هفضل شايف ولادي وشايف الدنيا والدنيا مفتوحه وبتاعه وجميل لو انا عايز استخدم واقطع ممكن اعمل طباعه على الازاز في ازاز بيطبع عليه بكل الاشكال اللي نفسكم فيها اصنفره الزق عليه ارم شيلد الزق عليه صنفره اعمله معشق كتير هات بقى تاني مراية الشكل التقليدي بتاع المراية اللي هي أربع زوايا لازم نخرج بره ودافع له الطاقة حاجة كويسة على فكرة جدا كمان وهو ما حطتهاش فوق معلش هاتها تاني ما حطتهاش فوق الكنسول حطها جنب الكنسول ليه؟ عشان خاطر هو عايز يشوف الجزمة عاوز يشوف الحزام عاوز يشوف وهو بيعدل الحتة ديت في البنطلون ولا بتاع وتبقى مناسبة وهي بتعمل الطرحة ولا حاجة ده بقى الجديد اللي احنا هنتكلم عنه برضو مره مهمه جدا وهجيب صاحبي احمد الدهشوري احسن واحد في مصر بيعمل الحكايه دي ان ازاي اجيب خشب وعالجه بالأبوكسيات واحطه جواه مرايه وتطلع شيك وجميله وممكن بقى اوقفها على الارض يعني ممكن احطها على الارض لان الأبوكسيات ديت مش هتاثر بالميه والحاجات اللي زي كده برضه خرج بره, بره الشكل التقليدي وبره الشكل الدايره العاديه وعملنا حاجه شكلها ظريف وبتاعه اهو شوف اللون اصلا واختيار اللون والاناره لان احنا نتكلم في مره عن الاناره بصوا هنا توظيف الاناره مع اللون الازرق ايه ده ايه الجمال ده ياه مديك بهجه ومديك خضار ومديك الواحد عايز يعمل يستنشق يتنفس الديزاين ده يخليك تتنفس في المكان هات تاني يا عم كمالات برضه فكره الاوبوكسيات بس المره دي راح حاططها على حاجة على شوية كسرنا بقى الشكل التقليدي وعملنا أرفف من الإزاز خشبة احنا ما بنتكلمش على المرايات احنا بنتكلم على توظيف الإزاز والمرايات هنا عملنا خشبة حتة خشبة ورحنا حاطين عليها أرفف من الإزاز شكلها جميل وظريف و... ونعرف اهو بنوظف الإزاز في حاجات كتيرة جدا هات تاني هات خشبة أصغر وعملنا الأرفف أكبر وحط عليها بقى موبايلي وانا داخل مرايه تانية هيت هات 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 يا كيمو هات اهو الكونسول احنا اتكلمنا مره عن الكونسولات بس انا النهارده بقول لكم علاقه الازاز والمرايه بالكنسول شغل روستيك اهوت وجميل و... وعلى فكره في بلادنا في الفلاحين فيه خشب زنزلخت وفيه خشب كافور وفيه خشب وفي خشب بنعرف خشب... نعمل الحاجات دي كتير جدا هنا بقى الازاز المعشق ان انا اعرف اعمل ازاز معشق والازاز المعاشة ده له ناسه وله ناس بتعمله بشكل احترافي ما حصل أحمد فتحي حبيبي إحنا بنتعامل معاه هنا الإزاز هو شباك كل اللي عمله إيه؟ راح عامل شوية ألوان شوية ألوان شكلها جميل وظريف وتدخل لي نور بكذا لون حقيقة ممتع بنبسط بستمتع مش الإزاز بقى إزاز حتة واحدة لا أهو إزاز معشق تاني بشكل تاني وهو لون واحد بس هو حلاوة إن أنا إن أنا عملت فيه ديزاين ونملته كده هو لسه لون واحد ولا في لونين بكتير ولا حاجه ازاز اهو ازاز الطوب الزجاجي اللي هو بيتباع ده اللي هو مقاسه ستاندر 20 في 20 اهو راح فاتح شباكه وعامله بنفس الشكل في منه الوان اجيب بقى كام لون وانسقهم ممكن انا اسمع كلام احمد بتاع حلقات الطاقه وراح عامل البيربل الاصفر الاخضر فاكرين بيربل ازرق سيان اخضر أصف... أصف... اصفر احمر اصفر برتقاني احمر زي ده ممكن عامل حاجه بالطاقه. وده بيعمل اتزان لطاقه المكان. الالوان اللي انا قلتها دي بيربل ازرق سيان اخضر اصفر برتقالي احمر بتدرجهم ده كده يعمل اتزان في المكان. هو تقريبا عامل نفس الحكايه هو. لو ركزنا هنلاقي بيربل والالوان بس هو ممكن يكون عاملها بتنسيق تاني او حاجه. اكيد له رؤيه يعني. شاور في ناس تيجي تقول يا احمد انا عايز اقفل الشاور كله يبقى مثلا الشاور 2 متر ولا لك انا عايز اقفل الشاور كله. طب ما نعمل المتر او المتر و20 ان المايه بتخرج منهم بس زي ما احنا عاملين كده. وده احنا في شغلنا انا بقول للناس كلها كده. ليه اجيب شاور كبير وادفع فيه فلوس كتير وانا استخدامي هو المتر؟ يعني انا واقف كده جنبي متر والشاور ورايا هو المتر ده اللي بيطرطش. بعد كده فيش ما بتطلع اصلا. الشكل يتبع الوظيفه. هنا هنا استخدام تاني للالوان برضه. يا سلام بقى يا سعد. ساعة العصاري كده والواحد بيسمع الست ام كلثوم ويتفرج بقى ايه فنجان قهوة ويا بلاش سجاير لو سمحتوا بلاش سجاير كمان ها يعني لو هنعمل دي عندك بلاش سجاير الأرض عليك علشان السجاير انا برضه هقول لكم ازاي ممكن نقلل السجاير هنا هنا فكرة القطوع برضه بس هنا ايه اكبر شوية وستيل نفس الفكرة في في, في صورة كمان لي واحدة باية ولا هاتها 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 مهم جدا الله دي صورتي انا ده مش صور ثانيه <applause> طيب كويس احنا كده وريناكو لا في ده في صور يا عم <applause> ينفع الكلام ده يا عم او الصور اهيت وكله موجود ده زجاج منطبق فولدد وده قطاع اسمه لومون وده واحد بس في مصر وفي الشرق الاوسط بيعملوا على فكره اسمه طريق الجندي شركه كبيره جدا اللي عايزها يبقى يقول لنا برضو احنا نديله عليها يعني وده ازاز منطبق ده بينطبق كده بيتلم في حته واحده لو انت عاوز تعمل وده سيف وزي الفل وامان وكل حاجه هاتنا انا بقى هاتنا انا بقى عشان اقول بقى ايه معلومه مهمه الازاز بشكل عام يا ازاز خام يا ازاز متسكرت سيكوريت ايه الفرق الفرق بين الازاز الخام ده ان حضرتك لو خبطته بشومه خبطته بالبوكس لما بيتكسر بينزل قطع كبيره فلما بينزل قطع كبيره ممكن هو نازل لا سمح الله يروح نازل قاطع حاجه معور حاجه عامل حاجه حلو حلو فبنلجا لعمليه السكرطه ايه عمليه السكرطه دي ان احنا بنروح مصنعين الازاز بتاعنا عاملين فيه الفصم او الفتحات بتاعتنا مقطعينه ومشنفرين الجناب بتاعته حلو عاملين عمل لها شنفريه ومقطعينه ومظبطينه انه هو لما بتسكرت ما بيتقطعش وما فيه ولا اي حاجه وبيروح يمشي على درفيل كده يتسخن ومره واحده يتعرض لميه ساقعه ده اسمه كده اتسكرت الازاز معمول من السيليكون حبيبات الرمل حبيبات رمل معينه يعني فالازاز اللي قدامي ده حتى اللي قدامي ده او او بتاع نظارتي ده او اي ازاز الازاز بشكل عام عباره عن مجموعه من الجزيئات جنب بعضها لما بتتعرض للسخونيه بتتحول كلها لجزيء واحد اللي هي السكرات لما بتتعرض للمية الساقعه بيقف خلاص بيبقى اندمج التمام الاندماج فلما بيحصل لا قدر الله بتتكسر بتروح نازله بودره في مكانها فاضرارها اقل بكتير لو جه رذاذ مثلا في العين ولا حاجه لا سمح الله لكن هي اكيد اهم وخصوصا لو واجهت عماره لان لو واجهت عماره ومعموله ازاز كيرتن وول ولا 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 جليز ستراكشر ولا حاجه من الحاجات ديت وقعت بقت مصيبه يعني بقت مصيبه طيب تعرف ازاي احمد الازاز الخام من الازاز السكوريت في دقيقه لازم تميز ما بين الازاز الخام والازاز السكوريت الازاز الخام صوت الرنه بتاعته مكتومه الازاز السكوريت مكتومه اكتر يعني الازاز الخام لو خبطت عليه رن لكن بس رنه مكتومه الازاز الخام ما يرنش يعمل صوت مكتوم الحاجه الثانيه لو بصيت على البسطون بتاعه اللي هو الحرف بتاعه تلاقي ان الخام البسطون بتاعه باين في مكان القطع معرق لكن السكوريت بتلاقيه نيت وساعات يبقى فيه جزل كده خطوط تحت في كده ولو بصيت في الازاز الخام تلاقيه شبه مسفر لكن السكوريت بيبقى مزرق شويه لو مسكته قدام عينك كده وبصيت عليه الازاز الخام يبان فيه التعريج بتاعه الايه الجزيئات لكن السكوريت بيبقى بيور حاجه نظيفه زي الفل تقول لي احمد هو انت ليه بتقول المعلومات دي انا بقول لك المعلومات دي علشان انا بالصدفه اتعرضت لمحل من محلات اصدقائي وهو جايب راجل بتاع ازاز وانا قلت له الازاز ده مش سكوريت فقال لي لا هو ما بتعرفش فقلت له بتعرف والله مش ازاي ما بتعرفش يعني الازاز ده مش سكوريت وتحديته وكسرت الازاز وطلع مش سكوريت بس تخيلوا بقى ان انا جايب لك حاجه بسعر السيكوريت السيكوريت اغلى ومركبه لك عنها سيكوريت وهي في الاخر لو كان لا قدر الله وده محل لو كان لا قدر الله حصل حاجه وقع لوحده على على طفل طيب انا ربنا سبحانه وتعالى بعتني للراجل ده عشان هو صاحبي وبالصدفه وعلى فكره انا انا عرفت علشان انا عندي خبره طب اللي ما عندوش خبره يعمل ايه يعرف بقى دي المعلومه قلناها لازم يا جماعه لو سمحتوا طب احنا في المواقع الكبيره بنعرف ازاي انا في الموقع الكبير لو قريه سياحيه مثلا ولا عماره ولا بتاع بن بن بيبقى المقاسات ثابته فبنقول له بن بنطلع اي خمس حتت او ثلاث حتت ويتكسروا السكوريت بيتكسر من الجنب بتاعه لو خبطته في الوش كده مهما خبطته ما يتكسرش لكن الازاز العادي لما تخبطه في الوش يتكسر الا لو بشومه طبعا في السكوريت يتكسر بس هو نقطه ضعفه هو الجنب بتاعه البسطون بتاعه في نوع تاني ان انا اروح جايب السكوريت ده وحاطط طبقه من الأرم شيلد كده خليته بيقاوم شويه الـ 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 العدوان. لو جبت طبقه تالتة بقى تريبليكس بقى اقوى. في لازم نفرق ما بين التريبليكس والدوبليكس التريبليكس هو ازاز ارمشيلد شيلد ازاز. ملزوم في بعد كده. الدوبليكس ازاز غاز ازاز. الغاز اللي في النص ده بيبقى غاز عشان يقلل درجه الحراره ويقلل الصوت شويه. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون اللي احنا بنقوله ده بيفيد حضراتكم، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المعلومات اللي احنا بنقولها دي تكون بتفيد حضراتكم. انا بدات من زمن نفسي وامنيتي ان الناس تعرف انا بدات عملت برنامج على اليوتيوب اسمه شطبنا. من كام سنه كده. وانا سعيد جدا بالحراك اللي موجود وان في ناس النهارده بتعمل برامج تفيد الناس زي البرنامج بتاعنا. انا سعيد جدا بده، سعيد سعاده اول دكتور عمل برنامج طبي النهاردة احنا ما عندناش برامج طبية بس ده احنا عندنا قناة لها شنة ورنة كده اسمها الصحة والجمال مليانة دكاترة محترمين وأفاضل فأنا أحسب أن الخطوة اللي أنا خدتها دي كأول مهندس في مصر ياخد قرار أنه يعمل برنامج يقول للناس فيه أصول الصناعة يقول للناس فيه الجديد في الانتيريور يقول للناس فيه الصحة والغلط هو كان أنا انا مبسوط جدا بالخطوه دي ومبسوط جدا ان في ناس بتعمل ده بعد انا ما عملته ومبسوط جدا بنجاحهم وهبقى مبسوط اكتر لو بقى 10 برامج علشان البرامج دي لما هتزيد هيزيد التنافس كابتن شوبير لما خد على عاتقه انه يعمل برامج رياضيه كان في برنامج واحدة اللي هو الكاميرا في الملعب كنا بنستنيه بعد 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 اي ماتش نستناه لغايه الساعه واحدة بالليل عشان نتفرج على على, على, على البرنامج بتاع الاستاذ حازم ربنا يمسيه بالخير كابتن شوبير بقى خد الموضوع في حته تانية والنهارده وب... بقت فيه قنوات بتاعه سبورت انا اتمنى من الله ان زي ما جه يوم وبقت فيه قناه كبيره ولها شنه ورنه زي قناه الصحه والجمال اتمنى ان يجي يوم في الايام نعمل هنا قناه يبقى لها علاقه بالإنتيريور لها علاقه بالتشطيبات لها علاقه باصول الصناعه ونعمل بقى مدرسه العيش والملح ونعرف الناس الصناعة ونعرف الناس اصول الصناعه ونفكر ناس بصناعتنا السلام عليكم